أهلا بكم في تواصل دوت كوم، وكل عام وأنتم بألف خير. نبدأ من أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. استهدف مسلحون بعبوة ناسفة منزلا ناشط في التظاهرات سلام العصمي شقيق الشهيد المتظاهر علي في منطقة حي المتنزه في الناصرية، كما أفادت مصادر محلية بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة منزل الناشط في تظاهرات الناصرية في محافظة ذي قار علي عجيل دون أن يسفر الانفجار عن وقوع إصابات. ويأتي هذا الانفجار الثاني من نوعه خلال يوم واحد على منزل أحد المتظاهرين في وقت يستمر فيه استهداف الناشطين والمتظاهرين السلميين من قبل القوات الحكومية أو الميليشيات الموالية لإيران في البلاد. دعونا نشاهد مقاطع انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لاستمرار استهداف الميليشيات للناشطين بالعبوات الناسفة في الناصرية. عبو دارعيني يا با تعالي لا حد يلتم رحم الله وهديكم السلام عليكم أحد الناشطين المستهدف منازلهم قام بتتبع دراجة نارية استقلها مسلحون قاموا باستهداف منزله إلى أن وصلت لشقق الشموخ قرب الشامية وسط الناصرية، وتم إخبار القوات الأمنية لتلقي القبض عليه على أحدهم، وقام باستبدال ملابسه بدجداشة حين دخول القوات إلى شقته وتم إلقاء القبض عليه وعلى من معه وكان بحوزته مسدس. دعونا نتابع هذا المقطع. هاي دراجة لونها رصاصي، وهاي القوات الأمنية وهاي العالم، هاي رصاصي، هاي توصل من القاضي لونها غير لون، لونها رصاصي هاي دراجة. هاي دراجة لونها رصاصي، وهاي القوات الأمنية وهاي العالم، هاي رصاصي، هاي توصل من القاضي لونها غير لون، لونها رصاصي هاي دراجة. ومن تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار استهداف الميليشيات للناشطين بالعبوات الناسفة في الناصرية، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصة فيسبوك ونقرأ بعضا من التعليقات. مهدي العطار علق وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل على الميليشيات القذرة كما أسماها. أما صاحب فاضل فيقول: وين الاستخبارات لو ذولي ما تقدرون تنكرون أو تندقون بهم. حسين شريف علق وقال: الله وأكبر على الميليشيات والفصائل الموالية. أما ماجد فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا. مقطع فيديوي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه رجل دين يرتدي العمامة السوداء وهو يقلد زوجته بمصوغات ذهبية تتجاوز قيمتها المادية أكثر من 30 مليون دينار عراقي، أي أكثر من 20,000 دولار أمريكي، وفقا لما أدلى به المتحدث أثناء تصويره للفيديو. وعلى ما يبدو هو الصائغ الذي باع لهم تلك المصوغات. أثار التسجيل الفيديوي ردود أفعال غاضبة من مدونين عراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين بأن هذا الفعل لا يلائم رجال الدين، خاصة بأن أغلب الشعب العراقي يعيش الفقر والفاقة، مذكرين بمقولة شهيرة لممثل مرجعية النجف في إحدى خطبه بأن الفقر في الدنيا لا يهم، ليسارع طلاب حوزة النجف إلى إعلان البراءة من هذا المعمم، وليرد عليهم ناشطون بالقول بأن قيمة الذهب الذي اشتراه السيد علي الصافي لزوجته لا تساوي نصف جكسارة من جكسارات السادة، أي سيارة دفع رباعي من نوع لاند كروز. دعونا نشاهد هذا المقطع. ألف ألف مبروك للسيد علي الصافي، اليوم اشترى العلوية كرسي جابر وبتوت بقيمة 31,590,000. شايفين؟ ألف خير سيدنا حبيبي. بالعافية. وما اجيناك الا على مذاقيتك. تدلل سيدنا. عاملك الحلو والسلس ويا الناس. انت حلو سيدنا. هذا جزاء للعلوية اللي وقفت وياي العمر كله.
خادمتني وضحت. الله يحفظك ويحفظكم. بالعافيه 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 علوي، الله يخليك السيد. هذا قليل بحق القوارير اللي وصى بها امير المؤمنين. بالعافيه سيدنا بالعافيه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعاملك بالعافيه لاقيتك يا حبيبي. بالعافية يا ذهب، انت صافي، انت عزيز علي وانا اشكرك وجزاك الله خير الجزاء المحسن. بالعافية سيدنا، احسنت ان شاء الله. الله يحفظك ويسترك ويخليكم البعض. الى هنا لم تنتهي هذه القصة. صاحب المحل الذي كان يصور المقطع سارع الى حذفه من منصات التواصل الاجتماعي وقام بتقديم الاعتذار بعد ان احتج طلاب الحوزة عليه وبعد تهديدات تلقاها كما قال ناشطون. دعونا نتابع. بارك عليكم وعلى كل العراقيين. اليوم موضوعنا على المنشور البارحة نشرته للسيد علي الصافي. المنشور هو هدف للتبرك، يعني احنا اي انسان راقي محترم معروف يدخل لنا نستأذن منه نصوره وننزله. انا من نزلته للتبرك على مود الناس تشوفه تقول ما حد راقي محترم يدخل لعمة رسول الله، مو هدف الاساءة العمة رسول الله لو الحوزة العلمية. أمانة الله مباشرة بس شفت الفيديو بمساس العمة رسول الله وللحوزة العلمية مباشرة ورا ساعتين اتجهت للمحل مسحت الفيديو. أمانة الله والله يحفظ الكل ويستر الكل. والفيديو احنا ما متوقعين هيجي ينتشر هالانتشار هذا، وآني آسف للحوزة العلمية إذا كان أكو عليهم مساس. هل انتهت القصة إلى هنا؟ لم تنتهي. ودخلت ميليشيا ما يعرف بربع الله في العراق على الخط وأصدرت بياناً هددت فيه بحرق محل بيع المجوهرات الكائن بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد بذريعة النيل من العمامة الشيعية كما قالوا. جاء هذا البيان، دعونا نقرأه. قال: بعد المحاولات المتكررة للنيل من العمامة الشيعية وتشويه صورتها الناصعة من قبل جهات مرتبطة بالسفارتين السعودية والإماراتية وعلى طريقة أحفاد ابن تيمية كما قالوا، وآخرها كانت فبركة فيديو لشخص تم إلباسه العمامة السوداء في محل مجوهرات وهو يشتري ذهبا لزوجته بقيمة مالية كبيرة، وبعد تحرينا كما قالوا عن الموضوع تبين لنا بأن صاحب محل مجوهرات آدم الذي تمت فبركة الفيديو في محله شخص لديه ارتباطات مع المخابرات الإماراتية للنيل من العمامة الشيعية، ونحن في حركة ربع الله الشبابية لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الأفعال الناصبية كما أطلقوا عليها. لذا اجتمعت اللجنة القيادية في حركتنا وقررت أن يحدث تماس كهربائي في محل مجوهرات آدم الكوخ الكائن في منطقة المنصور تقاطع الرواد مما سيؤدي إلى إحراقه بالكامل. هذه العبارة الأخيرة تذكرنا بالحرائق التي تحصل في المستشفيات العراقية والتي يروح ضحيتها العشرات من الأبرياء. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الحادثة، حادثة الفيديو وصاحب العمامة الذي قام بشراء الذهب لزوجته وما تبعه بعد ذلك من تهديدات لصاحب المحل. علي الأنبار يقول: مما يؤكد بأن أغلبية الحرائق في العراق مفتعلة وذلك باعترافهم، يشير إلى تهديد ميليشيا ربع الله. علي تقول: الظاهر ناوين يسوون سطوع المحل وينظفوه من الذهب وبعدين يخترعون الحريق، بس هالشي يفسر كثرة الحرائق بالعراق. أما بهاز فقال: إيه نعم، إنها أعمال ربع الله الإجرامية يقولون بإحراق الناس بحجة التماس الكهربائي. يقول: الله المستعان، بعد دماء أهل الناصرية ما نشفت، اتقوا الله، هل تقتلون كل من يعارض سياستكم وأنتم حتى لستم أهل للبلد؟ أما سنف يقول: عادي يحرقون ما يحرقوا، مثل ما حرقوا مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين بن ناصرية، كل الحرق بالعراق هم اللي جاي يسوونه وباعترافاتهم، وأعتقد موضحين طريقتهم تماس كهربائي، يعني أفعالهم يتسترون عليها بحجة تماس كهربائي. نذهب إلى ملف آخر وفي العراق أيضا ومع مستشفيات العراق، حيث حذرت وزارة الصحة في العراق من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقالت الوزارة بأن المؤسسات الصحية في العراق لم تشهد مثل هذه الأعداد سابقا، وأن نحو 50% من المصابين الراقدين في المستشفيات
هم من الحالات الخطرة، مشيرة إلى أن ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر. ناشط من قضاء الخضر في محافظة المثنى حذر بمقطع مصور من داخل المستشفى من تبعات الموقف الوبائي واستهانة المواطنين بهذا الفيروس. دعونا نستمع لجانب من شهادته من داخل المستشفى. بالمستشفى الفور العام طبعا طبيت انا بعيني، شفت الحالات الوبائية اللي بالمستشفى. صراحة يعني كارثة، شيء مخوف، يعني يخوف. تعرف شيء مخوف؟ يشهد الله انا هالسألية هنا عزيزين راح افقدهم، قطعة من روحي راح افقدهم، من وراء من؟ من وراء الهمجية اللي موجودة عندنا، من وراء طياح الحظ الموجود عندنا. يعني ليش انا اليوم تقصيت اصور انا هالسايشة؟ هاي قطعة من روحي هسه مجبلها للموت، ليش؟ بياذنب. وهاي الردها يشهد الله علي، واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، الكل ما بيهن وداعت اطفال لحالات كورونا خطرة وشالوهن. انا اعود على اساس هاي المو خطرة بيهن على فراش الموت. هاي ليش هتشي؟ بياذنب. هاي اكو واحد يقدر يقول لي ليش؟ يا اخي عيب، فشله، كبرنا يا اخي. يا اخي الوباء مردنا مرد، صار قاتل. إلى محافظة كربلاء، حيث افتتح ثوار كربلاء المستشفى التركي الذي لطالما طالبوا بافتتاحه لاستقبال المرضى بدلا من المستشفيات الكرفانية التي تشكل خطرا على أرواح المواطنين. وبعد أن حاولت مكاتب الأحزاب والميليشيات الاقتصادية عرقلة افتتاح هذا المستشفى طوال الفترة الماضية لاستثماره والهيمنة عليه. دعونا نشاهد جانبا من افتتاح المستشفى التركي في كربلاء. كل يا إيهاب أمك خطواتها بمكانك، خطوات أمك بمكانك، خطوات أم إيهاب بمكان إيهاب. يعني هسه الآن إيهاب يمشي وياك، وهذا إيهاب جوادي الوزني دفع دمه يدفع الاستخبارات والأمن الوطني ويطيب شف على القاتل المجرم الجاي يحرق بالمستشفيات. مو قصدك استعراح الطاب وطالع وصور انه ما ادري ناشرين بالاعلام مالتهم، خلي يفكرون بالعالم الفقره. طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق استذكروا بمناسبه افتتاح المستشفى التركي في كربلاء موقف الشهيد ايهاب الوزني ودعواته المتكرره قبل اغتياله لافتتاح هذا المستشفى. عادينا هذا الافتتاح واحدا من ثمرات نشاطه رحمه الله. دعونا نشاهد مقطع لإيهاب الوزني، الشهيد إيهاب الوزني، قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم شكرا إيهاب. العراق اليوم من بيع لعقارات الدولة تحت حجة وذريعة الاستثمار هذا مرفوض رفضا قاطعا. المستشفى التركي اليوم في كربلاء التي حرقت عمدا مرتين لا نسمح باستثمارها من أي مستثمر كان، نريدها أن تبقى للقطاع العام مو مثل المستشفيات الباقية. فلذلك هي رسالة لمن يريد أن يعطيها سواء كان محافظ أو وزير أو غيره، لا نسمح باستثمار المستشفى التركي أبدا. نحن أبناء كربلاء هنا من ساحة الأحرار ورسالتنا واضحة، لا نسمح باستثمار المستشفى التركي وإنما بقائها للقطاع العام وللفقراء في كربلاء حصرا. شكرا إيهاب. نذهب إلى هذا الوسم على منصة تويتر ودعونا نقرأ بعضا من التغريدات. محمد الدعمي غرد وقال: رحم الله الشهيد المطالب بحقوق وطنه، رحم الله إيهاب، رحم الله الساعي لخدمة مدينته الواقف مع أبنائه، شكرا إيهاب. أما حسين فقال: عفوا، شكرا إيهاب، شكرا يا حبيبي، المستشفى التركي قضيتك كانت ولولاك لما افتتحت، ذكراك أو الطيب لن يفارقنا وعهدا على دربك سنبقى. أما منار فقالت: نحن نشكر الشهيد إيهاب لأن آخر مطلب له هو افتتاح المستشفى التركي في كربلاء، ولا نستبعد بأنه قتل على إثر هذا المطلب. عباس الطائي قال: أنت وإخوانك الشهداء صنعتم جيلا شجاعا لن يتخلى عن الأهداف التي خرجتم من أجلها، لذلك نقول لك شكرا إيهاب. في ملف آخر وفي العراق أيضا، وهذه المرة مع دجاج الكفيل أو دجاج العتبات،
يثير الدجاج المستورد المذبوح على الطريقة الإسلامية منذ ظهوره في أسواق العراق كدجاج الكفيل أو الأمير أو الهدى أو الوكيل يثير الكثير من الجدل في الأوساط العراقية بسبب الدعم الذي يتلقاه من مرجعية النجف. وبلغت أسطورة هذا الدجاج المستورد من البرازيل والهند وتركيا حداً دفع المواطنين للاعتقاد بأنه يذبح في العراق وبإشراف المرجعية في محاولة لسرقة قوت الشعب والتحايل عليه باسم الدين. ناشط بصري سجل مقطعاً مصوراً هاجم فيه العتبات ومحاولات استغلال الدين في تزوير مناشئ الدجاج والادعاء بأنه ذبح وفقاً للشريعة الإسلامية في العراق. لنستمع إليه. الكفيل هذا بالعصر برازيلي يوصل للحدود ب2000 دينار تستلم العتبات أو غير العتبات يبيعون على المواطن ب7000 أو 6000 دينار وهو معفي من الجمرك بلوش يعبر كل طن يربع 4 ملايين دينار الأربع برادات يربع 400 مليون بالنسبة للكفيل وذبح الكفيل والكفيل وجاب الكفيل يذبحون الوادم باسم الكفيل هذا المنتج الوطني يا الدنيا مقلوبة هاي شوفه ما تكربل على اساس استغلوا الوادم هاي شوفه الدجاجة هاي ما تعجبك 7000 دينار هاي ما تعجبك الكيلو مال ها كيلو هاي مالها مال عتبات الكلاوات هذا برازيلي الكفيل هاي من البرازيل باعوه منين يطب هذا منين ليش بس العتبات يعبرتها وشني هذا هاي الولية لو الكفيل لو ماكو هاي مؤسسة الرحمة هاي تابعة ليعقوب حسب ما يقولون تشوفها وهذا الدجاج مالها أوكراني هذا أوكراني أقرب أوكراني منين يطب هذا منين يطب يعني هو دجاج للمراجع صار يعني حتى قوت الشعب وزحتوه ما كفاكم الخميس ما كفاكم الزكاة ما كفاكم اللهم طمال مال العتبات الملايين تكرفون بيها باسم الخمس والزكاة والتبرعات رجعتوا على الدجاجات مال الوادين. نعم نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا المقطع وما قاله هذا الناشط البصري على منصة فيسبوك عقيل يقول سلابة قطعوا الحدود بحجة المنتج الوطني بينما هي تجارة لمصانعهم الأهلية وصارت الدجاجة ب9000 دينار يقول لعنة الله عليهم وكل واقع بها الفقير هسه راح يشتغل عليك التسقيط كان بعثي وهذا وكان كذا لأن مسيتهم وفضحتهم أما كرار فقال والله صحيح يبوقون بهاي الملايين باسم الدين وشعب مات من الجوع يقول الله ينتقم منكم أما علياء فقالت منعوا جميع المنتجات الجيدة المستوردة من مناشئ صحية ممتازة لكي يبيعوا لنا سمهم أما عمار فيقول أبو الفضل بريء من هاي الناس الباطلة اللي يتاجر باسم أهل البيت نذهب إلى انفوغراف يمر علينا عيد الأضحى هذه الأيام والبلد يعيش جملة من المشاكل المعقدة لكن البهجة والفرحة بالعيد ما زالت قائمة لأنها ترتبط بعادات وتقاليد العراقيين الأصيلة التي يحرص عليها أبناء الرافدين رغم الجراح قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذه العادات المتوارثة في عيد الأضحى المبارك فلنشاهد
أهلا بكم من جديد. عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة التي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المواطن عدنان العتابي أتعرض لضغوط من قبل موظف في الأمانة العامة لمكتب رئيس الوزراء السابق وهو يستغل القضاء في محافظة ذي قار، أرجو منكم نشر هذا الكلام على صفحات التواصل الاجتماعي لكي تتحول قضيتي إلى رأي عام وجزاكم الله خير الجزاء. نذهب إلى الهاشتاج. قالت الميليشيات الولائية وأذرعها الإعلامية لا سيما ميليشيا العصائب المتورطة بجرائم ضد الإنسانية حملة طائفية للتحريض على مناطق حزام بغداد وفي مقدمتها الطارمية، وسط دعوات للحشد لاجتياحها عسكريا وتهجير أهلها بذريعة حفظ الأمن وبذريعة تورط أبنائها بتفجير سوق الوحالات بمدينة الصدر. وردا على هذا التحريض الطائفي المنبوذ مجتمعيا، أطلق المغردون على تويتر واسم لا ترجعون الطائفية للعراق تعبيرا منهم على رفض هذه الأصوات النشاز. دعونا نقرأ وإياكم بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. أحمد تقريبا غرد وقال: الطائفية هي البيئة التي يعيش فيها أحزاب الفساد وهي التي جاءت بهم إلى الحكم، وكلما شعرت أحزابهم بالاختناق قاموا بالعودة لتلك البيئة لإعطاء أحزابهم جرعة إنعاش. وعي الشعب سيقطع الأكسجين عن هذه البيئة. أما عبد الرحمن الشمري فيقول: الطائفية سلاح الملال في العراق، لا تكون جزءا من مخطط الخامنئي. أما عباس فيقول: والله لن تستطيعوا تفريق هذا الشعب ولا الطعن به ولا إعادة تلك الأيام التي مضت ولن تعود، كلنا أخوان ولن نتفرق ولن يقتل أي أحد ولن يقتل أحد أحدا، بل سيتحد العراقيين وسيقفون بوجهكم لإذلالكم وقلعكم من الحكم أنتم وميليشياتكم القذرة. بسام غرد وقال: بوق الميليشيات. عباس العرداوي كما قال: يدعو إلى حرب طائفية وعقله المريض يتهم عقول العراقيين بالسكوت ونقص الغيرة، وهو أول من تنقصه الغيرة والولاء للوطن وولاؤه للولي الفقيه. الطائفية لن تحدث، وأكياس دم شباب العظمية تغذي أجساد إخوانهم في مدينة الثورة الآن. نذهب إلى القصص المنوعة. كساء الكعبة المشرفة بأجود أنواع الأقمشة، تاريخ مدون بماء الذهب وشرف تناقلته الأجيال على مر الزمن. دعونا نتابع تقرير ناشونال جيوغرافيك حول هذا الموضوع. We'll be right back.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير.